بالنسبة للحسن هي ورقة بسطية. رح حطهم كلهم على الزيت، رح طعق الغازي عليهم. متابعي راديو روزانا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده مع محمد. ام محمد، شو طبختنا لليوم؟ اهلا وسهلا فيكم، رجعت لكم من جديد بحلقه جديده وطبخه طيبه. طبختنا لليوم هي اصابع البطاطا المقليه للتحلايه رز بحليب. بالنسبه لمقادير اصابع البطاطا: بطاطا، فلفل اسود، ملح، طحين، كزبره، كمون، فليفله مطحونه، ومي وطحينه. وهلا راح اقسم البطاطا واسلقها. راح اقسمها لقطع صغيره مشان تستوي قوام ما تاخذ وقت بالسلق. البطاطا ما راح اقشرها، بس بدي افرمها. راح اقسم البطاطا بشكل لكبي ولا صغير مشان تستوي معي ما تاكل غاز. هلا راح احطها على المي، شغلت على المي وسخنتها. راح فضيها كلها 10 دقائق بتستوي، وراح غطيها. وهلا لما ما يستوي البطاطا راح جهز خلطه البطاطا. راح احط معلقتين طحين، الطحين حسب كمية البطاطا اللي عندك. راح احط عليها كمون حبة صغيرة، ملح كمان حبة صغيرة لأنه راح احط البطاطا، فليفلة مطحونة، معلقة كزبرة صغيرة، رشة فلفل كمان صغيرة. راح لوشهم مع بعضهم. وهلا راح احط لهم المي. المي انا معي اياها حسب كميه الطحين اللي عندك. حطيت المي كفايتي. كميه المي انت تتحكمي فيها نظري، لانه قدامك الطحين قد بتقبل المي. بده يكون بهالطريقه هي، هالشكل هذا لمري ولسمك. وهيك استوت. رح شيلها. البطاطا بتستوي اكثر شيء على البخار، لازم تغطيها على البخار تستوي اكثر. ركتي لها مي بالسلق. وهلا راح اقشرها، راح شيل منها كل القشر. انا خسلتها وعقمتها قبل ما اسلقها، وهيك راح اقشرها كلها بهالطريقه هي. سخنه شوي، فيك انت تعيفيها تبرد بعدين تقشريها. وهلا بعد ما قشرتها راح امعسها. اذا عندك شوكه او معلقه، لانه انا سخنه بس امعسها بايدي، تمعسيها بهالطريقه هي. البطاطا بالسلق وقت بتغطيها بتستوي على البخار مباشرة، بتستوي معك ما بتاخد وقت بالغلي. ولا هيك انتهيت من معسة. رح حط لها معلقة ملح صغيرة لأنه أنا حطيت للطحين ما رح كتر. رح حط لها معلقة طحينة صغيرة، إذا ما موجودة ما في مشكلة. راح لوشها مع بعضها. وهلا بعد ما خلصت راح اعملها على شكل صابيع. فيك تبلي ايدك نقطه مي مشان ما تلزق بايديك. راح اعملها بهالشكل هذا. راح اعملهم كلهم بهالطريقه هي. هيك تعمليهم صابيع. بتحبي تعمليهم دوائر كمان بصيروا الشكل اللي بتحبيه انت تعمليه. البطاطا كيف ما عملتيها طيبة. وهلا راح احط الصابيع بالعجينة الطحين بهالشكل هذا. والزيت حمي، لازم يكون الزيت حامي مشان احطه مشان ما يفلتوا معك. هيك راح احطهم الزيت حامي. هلا هيك استوت اصابع البطاطا. قلتلك ما بدها غاز كتير قوام تستوي لأنه البطاطا مسلوقة. رح شيلهم. صحتين وهنا. وهلا بالنسبة لمقادير تحلية الرز بحليب: حليب، سكر، رز، ما زهر. وهلا رح فضي الحليب. أنا جبت حليب مقدار شخصين. الكاستين بدهم نص كاسة رز. إذا أنت بتحبي الأشخاص أكثر فيك تحطي 4 أكواب بكاسة رز. هذا معيار رز بحليب
كل اربع كاسات بدهم كاسة رز. انا كل كاستين حطيت لهم نص كاسة ليطلع معك الرز بحليب ممتاز بطريقة سهلة. وهلا بعد ما استوى الرز راح ضيف السكر. السكر ما خرج تضيفيه لحتى تستوي حبة الرز للأخير، لأنه بس حطيت السكر وما مستوي الرز بتشد حبة الرز وما بقى بتستوي معك. راح أحط أربع معالق، إذا بتحبيها أحلى فيك تضيفي أكثر. راح أحركهم شوي، راح أحط لهم ماء زهر، معلقة ماء زهر. هيك مستوى الرز بحليب بعد ما فضيت السكر والماء زهر، ضيفوا 10 دقائق بس وتطفي. وهلا بعد ما استوى الرز بحليب راح صبه بالصحون. هلا الرز بحليب بده براد، بس نحن ما عندنا براد، راح اعيفه شوي شغله ساعتين محل فيه هواء مشان يبرد وجهه يقشمش هيك مثل التجاعيد يصير. هلا راح احطه بالهواء وبرجع لكم بعد ساعتين. شوفي كيف وجهه كشكش. وهلا راح زينهم جوز الهند. اذا عندك زينه ثانيه ما في مشكله، فيك تضيفي ايش بدك زينه، فستق، فستق حلبي، جوز، الشيء الموجود عندك. انا اكتفيت بجوز الهند. وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم، انتظرونا في الحلقات القادمه، تابعوني بحلقه جديده وطبخه طيبه. ورقة ورقة بس راح احطهم كلهم على الزيت، راح اعطي الغازي عليهم.